المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام. مسيرة عمل وأمل في خدمة دين الله والدعوة إليه. تم بحمد الله افتتاح المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام في شهر رمضان عام 1413 للهجرة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، العمل في سبيل الله والعمل في مجال الدعوة فرض كفاية، وقد من الله علينا بوجود هذه المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات المنتشرة في ربوع هذه البلاد المباركة. وهذا المكتب، مكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الدمام، أحد هذه المنارات العلمية التي بتوفيق الله جل وعلا رفعت عنا كاهل هذه الفريضة. تصور أن يسلم شخص واحد في هذا المكتب، وأنت بعد فضل الله جل وعلا قد وفقت للبذل والإعطاء في هذا المجال، فإن صلاة هذا الرجل وذكره ودعاءه وعبادته كلها في ميزان حسناتك. ثم إن هذه المكاتب، وخاصة هنا مكتبنا في الدمام، لا يقتصر على عمل الجاليات فقط، فهناك برامج موجهة لأبناء هذا الوطن الذين تعرفون منهم المقصر في الصلاة، منهم المقصر في طاعة والديه، منهم المقصر في مجتمعه، منهم المقصر في بعض الأمور، ونرى ذلك ونلحظه ونشاهده. فنحن بحاجة إلى أن ننبه هؤلاء الشباب، نذكرهم، ندعوهم، نبين لهم بهدية وكلمة ودعوة، وربما كانت ببرنامج رياضي وغيرها، ينفع الله به ويفتح الله عليه ويحضر معنا في بعض البرامج الشبابية بالآلاف. فتحتاج إلى دعمكم وبذلكم وعطائكم ومساندتكم حتى يكون لكم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن لا يحرمكم الأجر، وأسأله جل وعلا أن يبارك لكم فيما رزقكم، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم صالحة لوجهه خالصة، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الرؤيا، الريادة في العمل الدعوي. الرسالة، تبصير المسلمين بدينهم وتوعية الجاليات المسلمة ودعوة غير المسلمين بشتى الوسائل الممكنة والمشروعة وفق أحدث التقنيات. من أهداف المكتب: الدعوة إلى الله بين الجاليات المسلمة وغير المسلمة، التعريف بالعقيدة الإسلامية الصحيحة للمسلمين الوافدين بلغاتهم المختلفة، بيان سماحة دين الإسلام وعظمته، فتح آفاق التواصل مع المهتدين الجدد، نشر اللغة العربية وتعليمها للوافدين. أنشطة وفعاليات المكتب: البرامج الدعوية، الدروس، المحاضرات، الدورات التعليمية والشرعية، اللقاءات، الندوات، الأيام المفتوحة، وكذلك البرامج الشبابية. توزيع المواد الدعوية، وتشمل الكتب والمطويات، وتراجم معاني القرآن الكريم، ومكتبات دعوية، وأشرطة وأقراصا مضغوطة، وهدية المسلم الجديد، وهدية المسافر، مخيم الإفطار. من أهم برامج المكتب: مخيم إفطار الصائمين الذي بدأ منذ عام 1420 للهجرة، والذي يستفيد منه معظم الجاليات الموجودة في الدمام. وقد كان لهذا المخيم الأثر الكبير بعد الله في هداية العديد من الأشخاص الذين تأثروا بالدروس التي تقام في المخيم، إضافة إلى روح المحبة والألفة التي وجدها كل من حضر المخيم من المسلمين، وتعديل الكثير من الأخطاء والسلوكيات. رحلات الحج والعمرة، يسير المكتب سنويا رحلات للحج والعمرة للمواطنين والجاليات.
حلقات تحفيظ لأطفال الجاليات. ينفذ المكتب نهاية الأسبوع يومي الأربعاء والخميس عددا من حلقات التحفيظ، ويستفيد منها أكثر من 400 طالب وطالبة من عدد من الجنسيات، ويدرس فيها القرآن الكريم واللغة العربية. المشاريع الدعوية: المصلى المتنقل، صلاة الجماعة أينما كنت، سيارة تجوب أماكن التنزه العامة في الدمام، مجهزة بكافة المستلزمات لإقامة الصلاة. السيارة الدعوية: الدعوة بقربكم، نوفر المواد الدعوية للمستفيد في أي مكان. ركن الدعوة في المطار: سعيا من المكتب في إيصال الدعوة وانتشارها والوصول لكافة المستهدفين وتوفير المواد الدعوية لهم حيث وجدوا، ولأن هناك فئة قد تأتي للمملكة وتغادر دون أن يتيسر لها زيارة مكاتب الدعوة، فقد حرص المكتب على توفير المواد الدعوية للقادمين والمسافرين الذين قد لا تتاح لهم الفرصة للحصول على المواد الدعوية، فكان ركن الدعوة في المطار. ملتقى البادية: وكان لأبنائنا الشباب من أنشطة المكتب نصيب، هو ملتقى حي البادية والذي يخدم هذه الفئة الغالية الذين هم سواعد الوطن وعماده بعد الله، حيث يقدم لهم المتعة والفائدة والتوجيه في جو أخوي ترفيهي. يقام الملتقى يوما واحدا كل شهر، وقد استفاد من هذا الملتقى أكثر من 9000 شاب. اللجنة النسائية: أهداف اللجنة النسائية المحافظة على الفطرة بدعوة الناس إلى العقيدة الصحيحة وحمايتها من الشوائب، نشر العلم النافع وتبصير المسلمات بأمور دينهن عقيدة وعبادة وأخلاقا، دعوة غير المسلمات إلى الإسلام وتعريفهن به وبيان محاسنه وتصحيح المفاهيم المغلوطة عنه. ويستفيد من اللجنة النسائية أكثر من 1000 امرأة وفتاة شهريا. أسلم بحمد الله خلال 10 سنوات 5572 شخصا، وبلغ عدد الأنشطة والبرامج 64577 برنامجا، واستفاد من أنشطة المكتب 1,749,539 شخصا. وقد سعى المكتب لإيجاد بيئة مناسبة لهذه البرامج والأنشطة، فكان بحمد الله هذا المشروع المبارك. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. صرح دعوي: بدأ العمل في هذا الصرح المبارك بعد اكتماله في رمضان عام 1433 للهجرة. أسهم في تشييد هذا الصرح الدعوي المبارك أبناء الشيخ صالح البحسين رحمه الله، حيث يقع المشروع وسط مدينة الدمام ويمثل منارة دعوية تضيء دروب قاصديه، وتعد تلك المنطقة الأكثر حركة والأكبر كثافة في عدد السكان والمرتادين، ومقصدا وهدفا لكثير من الجاليات، وهي ميزة حظي بها هذا الصرح الدعوي مما أسهم في زيادة عدد المستفيدين من برامجه وأنشطته الدعوية، وهو يعد تحفة معمارية رائعة تشكل معلما وسط مدينة الدمام. وجدير بالذكر والإشادة أن الأنشطة والبرامج الدعوية التي يقيمها المكتب لم تكن لترى النور لولا توفيق الله ثم الدعم والمساندة التي يلقاها المكتب من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ومن أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك أصحاب البذل والعطاء من الداعمين لهذه البرامج، فلهم منا الشكر والدعاء
ومن الباري جل وعلا حسن الجزاء. والله نسأل أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يتقبل منا ومنهم، إنه سميع مجيب.